مستمرين يا أحبتي في الحديث عن الأنتيديريفاتيفز وعندي هذه المسألة، وخلينا نشوف كيف راح نعمل تريتمنت مناسب لهالسؤال. أول شيء عندي هذا الكيوبيك روت أوف إكس، أنا لا عاجبنا شكله من حيث إنه كيوبيك روت ولا موقعه، يعني هو من حيث الشكل ما بدي إياه بهذا الشكل، بدي أحوله لإكس تو ذا وان ثيرد، وكمان بدي أطلعه للنوميريتر. سو راح يصير x to the minus 1 over 3 مضروبا ب x squared minus 3x plus 5 dx. وإذا حاب تحل غلط حل بهذا الشكل، هذا لا يجوز وليس صحيح، لازم نضيفها إلى أقواس، لأنه هذا كان denominator لكل هذا، فلما بيطلع لفوق بنضرب بكل المقدار اللي موجود في النوميريتر او الاكسبريشن. رح نضرب هون، نستخدم الديستريبيوشن لو، نضرب هاي هون، نضرب هون، ونضرب هون كمان. وايضا يعني يتطلب منك المساله ان تكون صبورا. عندي اكس تو ذا، اول شيء رح اجمع هذا الباور اللي هو 2 لهذا الباور اللي هو ماينس 1 اوفر 3، فرح نحكي هون انه عندي ماينس 1 ثيرد بلس 2. طبعا ماينس 1 ثيرد بلس 2 بامكانك تعملها قلنا بالكالكوليتر او منتهي، هي 5 اوفر 3. اذا عندي هون الباور 5 اوفر 3 ماينس 3 اكس. كمان مره ثانيه راح اجمع الباور اللي هون اللي هو 1 لا ماينس 1 ثيرد، سو عندي ماينس 1 اوفر 3 بلس 1 وهالناتج هو 2 اوفر 3. اذا عندي هون 2 اوفر 3 بلس 5 اكس تو ذا ماينس 1 ثيرد، وعندي هون دي اكس. الان احنا جاهزين انه نعمل الانتجريشن، وراح نبدا كما هو اتي. اولا راح نزيد هذا الباور بمقدار 1، وهذا الباور ايضا راح يزيد 1، وهذا الباور ايضا راح يزيد 1. نترك مساحه بسيطه، عندي x to the 8 over 5 لما نزيد 1، then it will be 5 over 8 reciprocal direct minus 3 times x to the 5 over 3، وهون عندي 3 over 5 plus 5 times x to the، لما نزيد لهذا 1 2 over 3، وهنا 3 over 2 plus c. طلع علينا يا اصدقاء واجبا فنيا انه راح نضرب هذول الاعداد ببعض، راح نضرب هذول الاعداد ببعض. طيب بصير عندي 5 over 8 x to the 8 over 5 minus 3 times 3 9 over 5 x to the 5 over 3 plus 5 times 3 15 over 2 x to the 2 over 3 plus c. أصدقائي انتهت المسألة، واسمحوا لي أن أعرض عليكم المسألة التي تليها، ستكون بهذا الشكل، بإمكانك أن تبقى وتتابع الحل، وشكراً.